جامعه برواقو او كو تاله ديغانكا بلغاس او جهاد وقوي كغا بيغان عاصمه هرجيسا ايا لوغو قبتي مناسبه بلارن او لوغو فولدينيو 16 هبلود او كا قلين جبيي تفعدي كواد اي كا افلاحده جامعه برواقو وحانا مدشا مدحونا هجموريه ده سومالي لان مدن موسيب بيح عبدي كا قيب قل كيدا كو هليني حمنا كميدا قلوها وسيره ده تاليها عيدن كبوليسكا قدوميها قود ده تمرتا اغاسمها قود شغقران ماريها وكالة ده بياه هرقيسا مدح ده يم معلمين تا جامعة ده برواقو ايو والدين تا ارديدو ده ايمان تا قلن جبينيين مدحونا هجموريه ده سومالي لان مدن موسيب بيح عبدي ايا هنبليو ادري هبلها كا قلن جبيي تفعدي كواد اي جامعة برواقو هذه أدوار ما تقوف رحصانا هاي إن الكويشة كان يمادو وانا مركي إيوه الرئيسي اي حبلا معالمين لو تابري او لو سو دياري إن دسك وحبران إيه او غارة او حبلا غارة جامعة إليهين وانا مركي إيوه الرئيسي انكا سو قيب غري تاريخ ديد وانا أرخين اقولة انت اب سومالي اكو هذا ايو سومالي لان غارهان قرن كيده رقية دوربا وانا مستقبل افايا او دل كينا ما انت ابلوضي تلابا دي احرسين وقادني اذي ادبان ورب فرح سنعي انا كسو قيب قلي ما انت جانثن ايا عدي اسكول كان اباب الشي ابال وين بي سومالي ادو هست وانو ام حد نقينا لابا بقول إيه دوري يستيطر إنك بادن أو داريارة سومالية ده أيو جامعة ده دون كوغو بادن ودري أو أي كوبا حدين لعاكا بادن دوري يستيطر مليون أو ناري تالك دور دور هين أيو عرب سنوغو سوبراي وانو غو مهدق أيه قارن كروو مهدق أيه مدحونا ها سومالي لان مدن موسيب بيح عبد أيا كور رمي إنو كورغل كسميي دوكسية ده عبارسو إيه جامعة ده برواقو هنانك أيو شقيان وحا هذي يتشار لغو مرما اسكول كان برواقو هي جامعة ديسا ضد بدن ام فهم سنين اما تشبدو اندرسين وحا كسعودا اما وعدو اسلامك ايا وحي كفديان ورر اني هبن وحيهين تاس وحي وكلفتي ان ان تبدوسك ابارسو او شقينيا اني غو كريغي او عيدني لسعون او غار يروتا سي ان اوغادا وحا كسعودا وحانا صوت هابتي إن سكول كاسا ايكا سعودان وحقارن كينو باهي هاي إسلام كو باهي هاي كمسلم كي وحا لو باهي هاي إساقوا إسلاما أو دين تي سيقانا أو دقن كي سيقانا إنو لدوضو قوفكا كاري إيه هنديكا اه إيه كريستنكا اه إيه بوديسكا اه كوفيشنكا شايرا اه أو أماكا ملحيدكا اه أو كوقان عيو لندسيو وحي سام في هاي او اسلام كفيديا بان دوانا يا دليل ريلي براتو مدن موسيب بيح عبدي مدحوناها جمهورية دا سومالي لان ايا شرحي ان حكومة دي سو اي دحدة وحرطي الالين تا يقوين تا دين تا اسلام كا اي سوبان دين تا اسلام كا حوق اي حالة دي عقل والو فدينيه وانا لقو دافعية وحانا قولين دافعي كارا مركا داد كأنو اقوص رياشان مكا يالي يامنك دعايدين يماشي اي جرب كو اركان با ماشي وحلقة سو كردين ايبا اسلام كبال الله حمين ايا اسلام كبال الله بابين ايا يان لوغو سو قبانين دين تا اسلام كبال الله حمين ايا دين تا دولة دا كمسؤولة انا مدحبه دالك اه واح دين تا حمين ايا انا يالا دقال ما ايا واح دين تا لوغو سو قبانو عيدا كا كوك ولا لو وحا درقتو سو قارسي عيدا اينو كاو درقنو مدحونا هالسومالي لان مدن موسيب بيح عبد ايا لدر دارمي ارديدا هبلها اه اي كاقلين شبيي جامعة برواقو حان دورنا الان تايدو اسلاما واسلام كيف في دنيسا وفريدا وقيسيادا وقف كتكور قادة كورتاق ايا ودرك اي كورو قاد هادي انا وحلا بارو بولي جوه هقاق ايا كوهر مدحونا هالسومالي هالسومالي لان وحمد شاهد اللي كتشه ديي مامولها جامعة برواقو شوي إيزا أغاسمها أبارسا نوتوك روبين كومان حياة عرتي أو أحمد حب برنامج كتابع الرعاد كأقوان تي سهمية إيه النمع أحمد أو كم إذا أرديد يقوه الرئيسي إيه كأف لحد دوكسيق أبارسو أي شرحات كبحي يقولها وحبرشو إيه سومالي لان كهانا قاضي إيه كالينتا إيه كل يهين دوكسيق أبارسو إيه كامعاد دهبلها إيه برواقو
iyagoo ku dheeraaday maraaxilkii kala duwanaa ee dugsigan iyo jaamacaddan ay soo mareen iyo guulaha mafcale ee bulshada Soomaaliland ay ka faa'ideen. gabagabadii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa shahaadooyin guddoonsiiyay 16 kaablood ee ka aflaxay jaamacadda Barwaaqo. Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid, deegaanka Balleega Cas ee Waqooyiga ka xiga caasimadda Hargeysa. We appreciate our sponsors who continue to support us as we provide high quality post secondary education to these beautiful young women in Somaliland. We appreciate the leader of the Abaso Network, the Abaso School of Science and Technology, and the Kabe Montessori Schools. Our mission in Barwaaqo University is very simple: to empower Somali women to become professionals who drive development in their communities. We have started up the School of Education aimed at turning young Somali women into leaders in the classroom. Our passion for teacher professional development of Barwaaqo University has driven us to raise skilled practitioners so they're not ordinary teachers, they have good quality skills. This program was founded on the idea that access to quality education is essential to a successful, thriving society. Barwaaqo embodies the ideal as demonstrated by the graduation of these successful women today. I would like to thank the Abaso Network, especially Rob Kaufman and Nora Harless, for graciously inviting me to attend today's graduation. waan u hambalyeynayaa hablaha qalin jabiyay ee maanta loo dabaal degayo xafladooda sharaf ayay ii tahay. waxaa la aasaasay 2017kii halkan goobtana waxaan u soo wareegnay 2018kii Barwaaqo qaybteeda koowaad ama wejigeeda koowaad waa weji loogu talagalay inay soo saarto dumar ama haweenay Soomaaliya oo mutacallimiin ah oo jiilka soo socday Soomaalilan waxbara. haddaba saddex astaamo ayaa lagu tababaraa ardayda halkan ka baxda. saddexdaa astaamo waa daacadnimo, adkaysi iyo aqoon ma. Sahamiya Foundation waxa aynu samaynaynaa barnaamijyo sida daaris oo kale ah, kaasoo dadka u suurtagelinaya inay goob kasta iyo goob kasta wax bartaan. waxaan leeyahay waxbarashadu ma aha mid laga qalanjabiyo, ee waa mid ay tahay inaad mar kasta aad la noolaataan.